المسارات الأساسية نعم للتعليم العالي في مصر وتنفذ من خلال عدة مراحل. نعم. ما ذكرت اليوم هو تصريح للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أثناء تفقده اليوم لإحدى الجامعات التكنولوجية في المرحلة الثانية. نعم. عندنا حضرتك ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بالفعل وبدأت فيها الدراسة منذ عامين، ثلاث جامعات تكنولوجية في المرحلة الأولى. نعم. في القاهرة الجديدة وجامعة الدلتا في وسنة المنوفية والجامعة الثالثة في بني سويف. نعم. هذه المرحلة اللي هي المرحلة الثانية تضمن ست جامعات تكنولوجية جديدة في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، منطقة برج العرب اللي تفقدها السيد الوزير اليوم. نعم. عندنا في سمنود غربية، في الأقصر، في أسيوط الجديدة، في شرق بورسعيد، في 6 أكتوبر. جامعات التكنولوجية تهتم بالتعليم الفني وبتقبل الطلاب خريج الثانوية. نعم. والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة. نعم. وبتستهدف ان احنا حضرتك فيها تخصصات التعليم الفني اللي بتركز على الصناعات الهندسية والصناعات الإلكترونية. نعم. والصناعات الغذائية الى اخر ذلك من احتياجات سوق العمل. نعم. جاء فكرة الجامعات التكنولوجية كما هو الواقع اليوم اللي احنا شاهدناه من زعمين افتتاح هذه الجامعات وقبولها للطلاب. الحقيقة بتهتم في تجهيزاتها بالورش والمعامل لتدريب الطلاب تدريب عملي جيد، ده بالإضافة لتواجد هذه الجامعات في المناطق الصناعية عشان نضمن للطلاب تدريب عملي. بعد هذه الجامعات عندنا شراكات دولية زي جامعة بني سويف التكنولوجية مع كوريا الجنوبية. نعم. بتخرج خريج تعليم فني تكنولوجي على مستوى عالي جدا بيتطلبوا سوق العمل سواء داخل مصر او على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي نتيجه التدريب الجيد اللي بينعم بيه وبيحظى به الطالب في هذه الجامعات. في المرحله الثالثه مستقبلا ان شاء الله بمجرد الانتهاء من الست جامعات الحاليه وبدء الدراسه فيهم ان شاء الله هتبدا المرحله الثالثه اللي هو هدف الدوله أن يكون هناك جامعة تكنولوجية في كل محافظة من محافظات الجمهورية. نعم يا فندم. يعني سيد عادل من هذا المنطلق يعني نتحدث أيضا عن التكلفة المالية التي سوف يتم تنفيذها في هذه المشروعات، يعني نقدر نوضحها للسادة المشاهدين؟ يعني تكلفة تتحمل الدولة كامل التكلفة لإنشاء الجامعات التكنولوجية. نعم. تتحملها الدولة وده بيؤكد دور الدولة المحوري والمهم جدا في دعم التعليم الجامعي. نعم. الدولة لا تدعم فقط الجامعات الحكومية بمفهومها التقليدي. نعم. ولكن أيضا الجامعات الأهلية، الأهلية الدولية. نعم. حضرتك بنتكلم على مشروع قومي ضخم. نعم. تم افتتاح فيه جامعات أهلية دولية زي الملك سلمان وزي الجلالة وزي المنصورة الجديدة وزي العلمين. نعم. مشروع قومي آخر ب16 جامعة أهلية تستفيد من خبرة الجامعات الحكومية. نعم. المشروع الثالث هو المشروع الجامعات التكنولوجيه، خلصنا المرحله الاولى والنهارده بنشتغل في المرحله الثانيه ومستقبلا ان شاء الله في المرحله الثالثه. كل ده بتكلفه مباشره للدوله، بيختلف كل مشروع من المشروعات وفقا لحجم المشروع. نعم. وحجم الطلاب اللي هيستوعبهم وحجم اعضاء هيئه التدريس. نعم. اللي احنا بنستفيد منهم الى اخره. نعم. نعم يا فندم، يعني مجهودات جباره وكبيره وكثيره وضخمه من هذه الوزاره يعني الكبيره، طبعا يعني كلنا بنفخر ونتشرف بها جميعا. انا بشكرك شكرا جزيلا السيد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي. بتدور على شغل ومش لاقي؟ اي جي اي وفرت لك اكتر من 5000 فرصه عمل في اكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، العبور. كلمنا على 010-66-38-783 او ابعت على واتساب 031-74-36-25. اي جي اي شغلك موجود. لزيارة الفرع الرئيسي 6 اكتوبر الحصري شارع السوريين برج واو.